بالمركز الدولي للطفولة والشباب مولاي رشيد يلتئم مشاركون من مختلف جهات المملكة في لقاء وطني ينظم على مدى يومين للتبادل والخروج بتصورات ومقترحات بشأن الارتقاء بالخدمات التي تقدمها فضاءات دور الشباب. المشاركون توقفوا في معرض مداخلاتهم في هذا اللقاء عند طبيعة الأنشطة التربوية والتأطيرية والعروض الفنية التي تقدمها هذه البنيات التأهيلية التي تعنى بقطاع الشباب. اليوم جهة العيون الساقية الحمراء حاضرة بقوة في هذا اللقاء الوطني الذي حقيقة هي لحظة تاريخية وانطلاقة جديدة لمؤسسة دور الشباب من خلال هذا اللقاء. ولينا كنشتغلوا حتى على لانسيرسيون دي جان دون لي مارشي دومبلوا، يعني الإدماج الشباب في سوق الشغل، كذلك الاستفادة من دورات تكوينية، دورات تنشيطية في مختلف الميادين. هذا اللقاء الوطني الذي عرف خلال جلسته الافتتاحية مشاركة وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد مهدي بن سعيد ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات يونس السكوري تميز بتقديم فقرات وعروض فنية متميزة أداها ثلة من الشباب. كتعرفوا الدور اللي كيلعبوا دور الشباب يعني في التكوين ديال الشباب والشابات للمملكه المغربيه، وبالطبع كنخصنا نعطيهم اهميه جديده وفي وزاره الشباب والثقافه والتواصل واستراتيجيه جديده. هذه التظاهرة شكلت فرصة للوقوف عند مقترحات مختلف الفاعلين في قطاع الشباب من أجل النهوض بالدور الذي تطلع به هذه البنيات الشبابية وتجويد أنشطتها ومساهمتها في الإدماج السوسيومهني إلى جانب مقاربة تطلعات وانشغالات الشباب باعتبارهم المحرك الأساسي للتنمية الاجتماعية والاقتصادية على الصعيد الوطني.